بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشفع بها لنا ولسائر المسلمين يا رب. لسه فاكر إن رمضان بدأ امبارح، أيام بقت بتجري بسرعة، شهر بحاله انتظرناه وولى رمضان، حسناش بيه. رمضان النهارده اليوم 29، 29 يوم من رمضان عدوا كأنهم غمضة عين. 29 يوم من حياتنا عدوا بسرعة. اتكلم على الأيام المباركة طبعا. كنت معاكم على فترة 10 أيام، فرحان جدا ان انا معاكم بنستطلع ليلة القدر، نعمل حاجة خير، ربنا يعني يكتبها لكم ويكتبها لنا خير يا رب بإذن الله. كده العيد قرب خلاص، فاضل يوم او يومين بالكتير ان شاء الله، كده يبقى عيد هنا وسعادة وسرور على قلوبكم. لسه من شوية قريت منشور على الفيسبوك لأحد الأصدقاء شيخ منصور، كان بيتكلم على وجوب الفرحة والسعادة، كان بيتكلم على وجوب الفرحة والسعادة في قلوب المسلمين بالعيد. ما تجيش في يوم العيد وتنشر صورة موتانا وموتاكم، ربنا يرحمنا ويرحمهم يا رب، بلاش يعني. ده المفروض ان هو عيد يعني، تمام، ده عيد، الناس بتفرح، الناس مستنية السنة دي، مستنية اليوم ده علشان تفرح فيه، جيش تنكد عليهم. افتكرهم، بس افتكرهم لوحدك، لو انت عايز تنكد نكد لوحدك، ما تنكدش على عموم المسلمين، يعني مش هيفيدك بحاجة. يعني مضى عام من غيرك يا فلان، طب ليه حضرتك؟ يعني مش ده الاسلام، مش ده الاسلام. افرحوا بالعيد، افرحوا، قعدت 30 يوم صايم لربنا سبحانه وتعالى كده، وان شاء الله يكون ثبت الاجر. افرح، افرح بالعيد، سنه عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفرح بالعيد، فافرح بالعيد، ما تبقاش مكتئب، تمام. يعني معلش، في ناس كتير عانت خلال الشهر ومع ذلك بنقول افرح. انت مش هتيجي، يعني ظروفك مش اسوأ من الام اللي فقدت 3 أولاد في يوم واحد، ربنا يرحمهم طبعا، 3 دكاترة اللي فقدناهم خلال الشهر. افرح لله، انت افرح، انت مالكش دعوه بيها، هي ربنا يعينها ويصبرها ويجعلهم يعني يسبقوها الى الجنه يا رب، لكن انت افرح. انت يعني الدنيا ما كل الناس عندها هموم. انا النهارده مش جاي اتكلم على فكره في ليله القدر، احنا جايين نستبين ليله القدر مع بعض، تثبت او ما تثبتش، فهي كانت في الايام اللي فاتت، خلال 9 ايام اللي فاتوا كان في ليله هي ليله القدر، عشان نبقى متفقين، من أقامها فقد أصابها، بس قضي الأمر، يعني ما بقاش في حاجة تاني، قضي الأمر. الأيام اللي فاتت، 9 أيام اللي فاتوا أقمت الليل وعرفت ربنا وعبدته وعبادة الحق، خلاص. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ان شاء الله نكون اصبناها جميعا، يعني يكون لنا نصيب منها، حتى نكون دعينا لحد. نرجع للموضوع الاساسي اللي هو افرح، افرح، بلاش كآبة، بلاش كآبة. الناس مش مستحملة، يعني احنا مش مستنيين العيد وانت تيجي تقول امي بقالي سنة من غيرك، اول سنة و15 سنة انا شفت حد كاتب من 39 سنة، يا سيدي ماشي على دماغنا من فوق، احزن لوحدك، يعني ما تشيلناش الهم معاك، انت صابر ومتحمل واحنا مقدرين ده، ما تشيلناش الهم معاك، حرام يعني. رمضان انتهى لهذا العام، ربنا يعيده علينا وعليكم كده بالخير والبركة يا رب ان شاء الله. اللي السنة دي لسه ربنا ما ادالوش الذرية الصالحة، ان شاء الله ان شاء الله رمضان الجاي يكون معاه الذريه الصالحه. احد الاصدقاء، يعني صديق
مقرب لي امبارح بالامس، فقد الابن اللي كان مستنيه بقاله كتير، ربنا ما كتبلوش الحياة. فانا بدعي له والله، والله بدعي له من كل قلبي كده ان ربنا يوسع عليه. في ناس عزيزة عليا لسه ربنا ما اردش ان هم يبقى ليهم ابناء، ربنا يديهم يا رب ويكرمهم ان شاء الله السنة الجاية بإذن الله، بإذن الله كده يكون معاهم من تقر به عينه يا رب. رمضان انتهى، بس رب رمضان موجود، رب رمضان موجود. كنا مفكرين ان احنا مش هنقدر نصوم، طلع احنا بنعرف نصوم. كنا مفكرين ان ما ينفعش تصوم في الحر، لا صمنا في الحر الحمد لله، ربنا قدرنا يعني، ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا. تقدر تكمل يعني، تقدر تكمل اثنين وخميس مش هيأثروا معاك، بالعكس ده صحة ليك وفايدة ليك والله. الثلاث ايام القمرية في كل شهر يعني ربنا يقدركم، يعني ربنا يقدركم صوموهم والله صحة، صوموا وتصحوا ده شيء كويس. عايز بقى اتكلم في نقطة تاني؟ تعالي هنا يا قطة، تعالي يا بابا، ماشي. دي الأنسة مريم، جايب معايا الأنسة مريم النهاردة تشوف ليلة القدر. الشمس ظهرت قدامي بس مش هتشوفوها بالموبايل، بس هناك ورا السحب، لأن النهاردة الليلة زي ما احنا شايفين في سحب كثيفة، وده يقول إن مش هي، والله أعلى وأعلم. عايز أتكلم في نقطة، يعني لو في شحناء بينك وبين حد صالح، ده ضرر علينا كمسلمين، إن احنا كلنا نبقى شايلين من بعض ده ضرر. وده سبب ان احنا بقالنا 10 ايام مش عارفين ليله القدر. يعني سيدنا النبي كان قال في احد الاحاديث ان هو ربنا ورى له ليله القدر، وكان طالع على اصحابه عشان يقولها، عشان يقول لهم ان ليله القدر يوم كذا من كل سنه، او يقول لهم صفتها الوصف الدقيق ليها، وان هي مثلا بتتنقل بين الايام زي ما ورد عن بعض الناس، ولا هي يوم 21 او يوم 23 25 27 29 اللي احنا فيه، او اخر الشهر، او مش في الايام الوترية، بس في الايام الوترية يعني على اغلب الاقاويل او الاحاديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج عشان يقول لهم، في اتنين شدوا مع بعض في الكلام في المسجد، في مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسيها سيدنا النبي، أو زي ما قال نسيتها، يعني ربنا نساها لي، علشان زي ما نقدر نقول إن هي عقاب، نقدر نقول كده. فكل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله عيد كله خير وبركة. عم الشيخ محمد عبد التواب، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ربنا يبارك لنا في صحتك وفي عافيتك وفي علمك وفي عمامتك اللي خرجت ناس كتير جدا جدا جدا، ويجعله في ميزان حسناتك يا رب، نحسبك من الصالحين ولا نزكي على الله أحد. ربنا يبارك لك على قد ما أقمت من مساجد وجوامع في الدخلة، ربنا يكرمك عدد ما مشيت مع أصحابنا مشايخ الوعظ، ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحة والعافية يا رب. شخصية من الشخصيات المحببة لقلبي طبعا سيدنا الشيخ محمد عبد التواب. بلدنا مليانة شخصيات محترمة والله، والله بلدنا مليانة شخصيات مش طالبة ان هي تاخد صورة ولا لقطة، ولا في ناس شغالة، في ناس شغالة بجد بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم يا رب ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. امبارح يعني واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي افتكرت امبارح كان في تكريم لحفظة القرآن بقرية من قرى الوادي الجديد،
مركز الدخلة اسمها قرية أسمنت. المشهد اللي أنا شفته امبارح، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حفظت القرآن في قرية أسمنت أكتر من 1000 طفل، بسم الله ما شاء الله، أكتر من 700 عشان نبقى يعني دقيقين في العدد، أكتر من 700 طفل، بسم الله ما شاء الله. منهم اللي ختم القرآن ومنهم اللي لسه، ويعني بسم الله ما شاء الله بيعملوا أقصى ما عنده. قرية معروفة إن هي من أهل القرآن، نفتخر بيهم طبعا، واجبنا إن احنا نفتخر بيهم. الشمس ظهرت ولكنها من وراء سحب، بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. الموقف اللي عجبني اللي هو الشمس هناك، الشمس هناك، ماشي. الأنسة مريم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين، السنة الجاية كده يا رب يا رب تبقى الأنسة مريم في أولى ابتدائي، صح؟ عايزة تالتة ابتدائي، عايزة تبقى في تالتة ابتدائي، يعني دول ربنا يهديها يا رب، هي وأمها وأبوها يا رب وأخوها. كان في أحد الشعراء، شعراء الحديثين يعني حديث دلوقتي، كان بيقول يا رب أنا مش عايزك تشيل الهم، لأ يعني مش عايز ربنا يزيح الغمة، لأ هو عايز ربنا يديله كتف يشيل. فربنا يقوينا يا رب كده. وكنت سألت أحد المشايخ برضك معلومة قبل ما أقفل معاكم، أنا مستمتع بالحديث معاكم والله، يعني أنا هتحرم من الكلام ده بعد شهر رمضان فسامحوني. سألت أحد المشايخ هل يجوز ان انا اقول اللهم اني اسالك رد القضاء، فقال لي عادي، عشان برضك معلومه يعني لله، لعلها تكون ورثي في الدنيا ان انا اورثكم معلومه زي كده، ان يجوز ان انت تقول اللهم اني اسالك رد القضاء واسالك اللطف فيه، مش عيب ولا حرام ولا فيها شبهه ولا فيها اي حاجه. فيعني استاذ هاني علي كل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. فاللهم انا نسالك رد القضاء السيء ونسالك اللطف فيه اذا وقع. ربنا يكرمكم ويحفظكم ويحفظ حبايبكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. السنه الجايه يا رب كده نشوفكم في احسن حال، تكون مصرنا الحبيبه ان شاء الله ان شاء الله في احسن مكان، الأسعار تكون نزلت شوية، الدنيا تكون اطمأنت شويتين، الناس تكون فرحانة وسعيدة، ربنا يبدل الحال للأحسن، مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ييسر لنا كل الأمور يا رب. ويعني أنا معلش أنا بطول في الكلام، عايز الشمس تطلع بس ونشوفها كده بوضوح فسامحوني. يعني طبعا مصر تعيش أسبوع أجازة، في الشغل ولا روتين. حاضر استاذ محمد سنو، استاذ محمد سنو بيقول عايزين فيديو مباشر لصلاه العيد باذن الله، ربنا يقدرني، وان كنا من اهل الارض الاحياء ان شاء الله ان شاء الله، يعني هيبقى في عيد يبقى في فيديو لصلاه العيد باذن الله. الشمس النهارده شيء عالمي بجد، مع ان ليها شعاع بس يعني هي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طالعه من وراء السحب كده، يعني سبحان الله تبارك الله في خلقه. بتسلمي عليهم؟ تعالي سلمي عليهم. تعالي قولي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش سامحونا بقى، يعني ايه عندنا لاد غفين وفي يعني الحروف كلها طايره، بس سامحونا يعني. الشمس طلعت. الايه؟ الشمس طلعت. يا اخوانا الشمس طلعت، هيقولي لهم. الشمس طلعت. ماشي. كل سنه وانتم طيبين. الشمس طلعت على راي الانسه مريم. ربنا يقدرك استاذ محمد سنوسي، انتوا طوارئ زينا، استاذ محمد سنوسي مسؤول في محطه الكهرباء. الناس اللي بتبقى شغاله طوارئ دول ما عندهمش اجازه. الناس اللي شغاله في الاسعاف، اللي شغاله في الشرطه، الناس اللي شغاله في المستشفيات، في المطافي،
الناس دي بتقضي العيد في الشغل. يعني ربنا يعينكم يا رب، كل سنة وانتم طيبين، السنة الجاية تبقوا في أتم صحة وفي أحسن حال يا رب. ربنا يهدي العاصي ويرزق الفقير ويتمم الصحة يا رب بإذن الله. آخر كلامي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عيدكم مبارك بإذن الله، السلام عليكم.